العميد ثروت سويلم. سياده العميد ازي حضرتك؟ كابتن خالد، ازيك يا كابتن خالد؟ ازي حضرتك؟ عايزين بس نسال حضرتك عن يعني كان في اجتماع النهارده عشان الدوره الرباعيه والتنسيق مع اللجنه اللي هتكون مسؤوله عن هذه الدوره. والله يا كابتن خالد، ان الاتحاد ومجلس الاداره يعني عندهم كل الحرص على اساس ان الدوره تتم بنجاح ويبقى في تنظيم محترم. فبالتالي احنا عملنا لجنه مشارك فيها كل العناصر او كل المديرين والادارات في الاتحاد اللي ليهم صفه رسميه في المسابقات، مدير اداره المسابقات، مدير اداره الاعلام كابتن عز المجاهد، عن الحكام موجود احد اعضاء لجنه الحكام. ففي حرص من مجلس الاداره على اساس ان يكون في تنظيم محترم للدوره. تم اتخاذ قرار ان اللي هيبقى موجودين في المقصوره 25 لكل نادي. عملنا تصريح لكل نادي هيروح له 25 تصريح دخول. 25 تصريح دخول ده مش للعيبه، ده لمجلس الاداره لمجلس الاداره. اللعيبه احتياطي، اللعيبه او العدد الزياده عن الاحتياطي هيكون موجودين في المقصوره الاماميه. تمام. لا، اما اللي موجودين في المقصوره الرئيسيه للاستاد او جمهور المصاحب للفريق هم 25 اعضاء مجلس الاداره وضيوفهم حسب ما يختارهم مجلس الاداره. تمام. ومش هيسمح لحد بعد ال 25 يدخل. في تنظيم وتنسيق مع سياده اللواء علي الدمرداش مدير امن القاهره واللواء هشام الدسوقي على اساس ان يكون في الخدمه الامنيه موجوده تنسيقا مع منسقين الامن المعينين من قبل اتحاد الكوره على اساس بدون حرج مش هيسمح لحد يدخل المقصوره او من الجمهور غير العدد المصرح به من قبل مجلس الاداره. طيب بالنسبه كان في طلب وناس كلموني كتير على الفيسبوك، وانا علمت ان المباراه المفروض انها يوم السبت الساعه 8:30، ولكن لو كان رمضان يوم السبت فانتوا بلغتوا من الاهلي والزمالك ان المباراه هتكون 9:30، لو رمضان يوم الاحد هتبقى 8:30. وناس كتير بتقول ان طبعا صلاه التراويح سياده العميد وبتبتدي قبل رمضان، يعني قبلها بيوم بيبتدي صلاه التراويح، فبالتالي كانوا حابين ان مهما سواء رمضان او مش رمضان المباراه تكون 9:30، على اساس برضه يعني احنا بنتفرج على ماتشات كاس عالم الساعه 10 والساعه 11 ويعني والدنيا حر وبتاع وجو كويس قوي ان المباراه تتلعب الساعه 9:30 بالليل. هل في تفكير ان المباراه تكون 9:30 ولا لو رمضان مش هتبقى 9:30، لو مش رمضان 8:30؟ بص يا كابتن خالد، يعني بعد اذن حضرتك عشان الموضوع ده الكابتن عامر حسين وناقشنا فيه، لو حضرتك عاوز تاجل المباراه عشان التراويح يبقى تبدا 10 بالليل، 10 بالليل تخلص الماتش 12 بالليل، انت عندك خدمات امنيه موجودين في الاستاد بتكون موجوده قبل الماتش بخمس ست ساعات عشان المجند يطلع بعد الماتش الساعه 12 يوصل معسكر الساعه 3 الصبح، انت بتتفرج على ماتشات الساعه 1 او الساعه 2 بتوقيت القاهره، توقيتهم هم غير كده، فانت حضرتك يعني في حرص برضو على ان الخدمات المعاونه ليك عشان تقام المباراه انت حريص على ان برضو كل الناس دي تروح اماكنها ومعسكراتها في توقيت مناسب. وبعدين حضرتك في برضه ماتشات كاس، يعني الكابتن عامر حسين عامل الميعاد ده على اساس في ماتشات كاس عالم الساعه 10 بالليل على الاقل. لا اعتقد يوم السبت ما فيش غير ماتش واحد، المكسيك والبرازيل، وهيكون الساعه 6 تقريبا بعد تغيير الساعه ان شاء الله، يعني اعتقد يعني. لكن في النهايه ما انت كده كده سياده العميد لو رمضان هتخليها 9:30 يعني، فاهم؟ ماشي كابتن خالد، ماشي. ما رمضان انا بكلم حضرتك بس الماتش ده اهلي وزمالك، فانت حريص برضو ان الماتش يكون في توقيت مناسب وخدماته بتكون غير اي خدمات تانية لاي مباراه تانية. طيب المباراه الساعه 8:30 ان شاء الله يوم السبت لو مفيش لو مفيش رمضان، مباراه سموحه وبتروجيت في نفس التوقيت؟ ماتش بتروجيت 6:30، لو رمضان هيبقى الماتشين 9:30 في توقيت واحد. يعني لو رمضان يبقى الماتشين في نفس التوقيت 9:30، لكن يوم السبت هيبقى ماتش سموحه بتروجيت 6:30 عشان يتذاع وفي نفس الوقت بعديها بساعتين هيكون مباراه الاهلي والزمالك. وبالنسبه كابتن خالد للاعلاميين عشان بس يكون ما يكونش في حرج في هذا الموضوع، مش هيسمح برضه للساده الصحفيين والاعلاميين بالدخول الا بتصريح رسمي، وده يعني نوع من الاحترام ليهم ونوع من الاحترام برضه لتنظيم المباراه، ان احنا قلنا لكل الجهات الصحفيه والاعلاميه اللي عاوز اي مندوب من قبل الجهات دي يجيب صوره بتعمله تصريح. عملنا تصريح اللي عاوز حضرتك يدخل الماتش او يحلل المباراه يكون بتصريح رسمي مكتوب من اتحاد الكوره. طيب فيعني نوع من التنظيم مش اكتر، يعني مش تعرف لكن هو تنظيم.
هل فعلا شركة بريزنتيشن خدت حقوق الماتش ده ولا الدورة كلها ب 2 مليون ونص؟ لا هو عرض يا كابتن خالد، هو العرض لما يعني ما تحكمش، هو عرض وان شاء الله بكره باذن الله هيكون القرار النهائي فيها. لكن هو العرض اللي انت حضرتك بتتكلم فيه ده عرض لكاس مصر والماتشات الدوره اللي هي تحديد البطل. يعني هي عايزه يعني تاخد الماتشات الدوره الرباعيه وكاس مصر اعلانيا ولا اذاعه المباريات كمان؟ لا لا مش اذاعه مباريات، اعلانيا. اعلانيا ب 2 مليون ونص. هو تمام كده. تمام. طب بالنسبه للقنوات اللي ممكن المتفرج المصري او المشاهد المصري يتفرج على الدوره الرباعيه من خلالها، هل في قنوات تقدمت؟ هل طبعا القنوات المصريه او الحكوميه او يعني ايه القنوات اللي هتذيع هذه المباريات؟ ما هو انت ما كابتن خالد الماتشات بتاعت الدوره اصلا محصوريه للتلفزيون المصري، فيها القنوات يعني القنوات اللي كانت بتذيع الدوري العام هي اللي هتذيع الدوره. بس انا على حد علمي ان انتوا كنتوا قلتوا ان الدوره الرباعيه دي ليها وضع خاص او وضع مختلف، انا كنت فاكر كده. لا لا كابتن خالد، هو التلفزيون المصري هو صاحب الحق الاصيل في تسويق اذاعه المباريات اللي الدوره استكمالا لتعاقده على الدوري طول الموسم يعني. تمام تمام. سياده العميد، حضرتك هتسافر يوم الاثنين الجاي العمره ولا لا، على اساس ان الكابتن انور صالح هيكون قائم باعمال مدير تنفيذي حتى تعود؟ لا انا يعني احتمال كبير المجلس طلب مني النهارده ان انا اجل عشان ماتشات الدوره، فيعني ان شاء الله باذن الله لحد ما الدوره تنتهي باذن الله وبعدين نسافر بعد كده. طب كويس، عشان اطلع التاشيره واسافر معاك. ان شاء الله، ما انا عشان كده برضه اكلمك ان شاء الله بعد النهارده، اكلمك اظبط معاك ان شاء الله. هنسافر عمره مع بعض يا سياده ان شاء الله. شكرا سياده العميد، شكرا سياده العميد ثروت سويرة. نروح لخبر مهم اخر يا جماعه، خبر مهم جدا يعني.